مدينة النبطية من سنة الأربعين كان فيها سينما، وكان فيها أول سينما اسمها سينما أبو أمين، كانت الناس تجي تقعد على الحصير تحضر سينما، فمنشوف قديش الناس كانت بتحب السينما بهالمدينة. كمان كان فيها الكابيتول وريفولي، وهذه كان آخر سينما تعمرت بالنبطية سنة 82. تقريبا كلهم تدمروا بالحرب، يعني منهم شيء ب 82 راحوا ومنهم ب 2006. يعني فيك تقول صرنا 8 اشهر عم نشتغل بس بشكل متقطع، كان هلا صرنا 3 اشهر عم بشكل يومي عم نشتغل بالسينما بحسب ظروف الشباب، لانه بالاخر هن متطوعين، يعني كل واحد حسب اشغاله عم يقدر بيوفر وقت ليجي يشتغل بهيدي السينما. كمان شباب عم يجوا من النبطيه كمان عم بيساعدونا، طلاب من الجامعه كمان عم يشتغلوا، ناس لهم علاقه بالمهنه او ما لهم علاقه بالمهنه حبوا هالمحل، حبوا انه يساعدوا ويكون لهم بصمه باعاده تاهيل سينما ستارز. هون وكان كانت كلها زبالة، هون ما كان في شيء، كانت عتمة، كنا نفوت نضوي. أول ما فتنا يعني قلنا مش معقول يعني إنه يمكن نعمر المسرح، إذا بدك يعني أنا كنت حاسس إنه يمكن ما نقدر نعمل شيء. فلما بلشنا نشتغل، لما صرنا نصف الخشب، صرنا نثبت الأرضية، صرنا نحس إنه لا في أمل، يعني إنه لما صرنا ننظف، لما تضوت السينما، حسيت انه حالي عم بعمل شيء يعني مع الشباب اللي هون، فؤاد وعكاوي واستاذ قاسم. اليوم وبعد مرور 27 عاما يحاول المسرحي قاسم اسطنبولي إعادة تأهيل هذه السينما بعدما نجح في إعادة فتح سينما الحمراء في صور. جهد لنظف هاي السينما مع انه عم بتعب، بس حالي عم بعمل شيء. يعني كان ما في مسرح، ما في شيء، بعدين صعب تفوت عليه لان هي يعني طابق ارضي فكلها غبره، ما في، ما بتشوف الشمس. فمشكلة كانت انه نبلش نشتغل فيها لانه نطلع الزبالة من هون، فاجت الفكرة انه نحط كل هالزبالة بالمسرح. فكل الزبالة اللي كانت موجودة بالسينما حطيناهم بالخشبة وقدرنا نطمرهم بالرمل وبعدين نحط خشب، فهيدا المسرح اذا فيك تقول عمرناه رمل، حتى كيف نفوت الرمل على السينما. كنا مصممين انه كمان يعني عندنا وقت معين، حطينا المهرجان وقلنا لا هذا الوقت لما نفتح في السينما، يعني كمان كنا عم نتحدى حالنا انه انت عم تحط وقت وتلزم فيه. هذا فينا نقول هم كان ثقافي، يعني بفيد انه بالاخر انت اليوم عم بدك تاسس بهذا المحل مسرح وسينما وموسيقى، بتفيد انه ترجع الناس على ترجع العلاقه، يعني اليوم انت لما يكون في مسرح بده يكون في مكان ويكون في جمهور ويكون في ناس عم بيقدموا على الخشبه. هلا النبطيه بده تفيد انها ترجع الناس على المسرح، ترجعهم على السينما، ترجعهم انه يسمعوا موسيقى بهالمحل. بتفيد بالاخر اي مدينه، هي هويه المدينه الثقافيه، يعني انت اي مدينه لها هويه ثقافيه، ان كان بمهرجاناتها ولا كان بالناس الفنانين الموجودين فيها.